يعني ممكن أثناء العلاقة الجنسية استعمل العنف فتوفت الضحية. في هذه الحالة ستنقلب الدعوة رأسا إلى عقب، وبدل ما تبقى قتل عمد مع سبق الإصرار والإقتران هتبقى ضربة قبض إلى موت من 3 سنين ل7 سنين. ده اللي حضرتك جاي تقوله النهاردة؟ لا، أنا بقول لك ده افتراض، لأن إحنا دلوقتي بنحل طلاسم وفوازير. بيان النيابة العامة عبارة عن ورقتين ونص، ما اقدرش احدد اللي جوه الورق. انا ما قابلتش المتهم لغايه دلوقتي، ما شفتش المتهم خالص لغايه دلوقتي، يبقى لازم اطلع على القضيه ولازم اشوف المتهم، وبعد كده احضر خطه دفاعنا وان شاء الله نتلاقوا عليها. طب حضرتك في حاله انك قعدت معاه واعترف فعلا باللي هو مكتوب في بيان النيابه، هيكون ايه موقف ورا على حسب نوع الاعتراف. يعني لو اعترف اللي هو فعلا اثناء العلاقه ضربها ضربه اودت بوفاتها، اقف معاه طبعا عشان القضيه تبقى تاخد مسارها الصحيح، تبقى ضربه افضى الى موت وليس قتل عمد. يبقى نقطه دفاع حضرتك الاساسيه انك انت هتحاول تثبت ان هو ضربه افضى الى الموت وليس يعني تعمد. انا برضو حضرتك بتكلم في جزئيه كل ده على بيان النيابه اللي هو عباره عن صفحتين. لسه القضيه. انا اعترافات المتهم في التحقيقات، انا ما ينفعش اقول يعني برضو موضوع اعترافات المتهم دي، كلمه الاعتراف ده يا اخوانا دي احنا بندرسها في 1000 صفحه. كلمه الاعتراف مش اي حد يعترف على حاجه نصدقه. الاعتراف ده ليه ضوابط وليه شواهد، واعترف بايه؟ اعترف كانت معايا ومارست معاها الجنس وماتت وقتلها، غير لما يعترف وقتلها وقتلتها وحطيتها في شنطه ورميتها على الطريق. دي بقى ما شفتهاش، بان النيابه ما قالتش كده. يعني حضرتك انا بتكلم على بان النيابه مش على كلام الساده الصحفيين. حضرتك ممكن تقول بان النيابه حكت الموضوع، قالت في 16/5 جالنا اخطار ان في جثه مرميه في طريق اسماعيليه بورسعيد، على وجه التحديد نفق 30 يونيو. انتقلت الساده النيابه العامه والساده الطب الشرعي وامرت باحاله الامر الى تحالات الشرطه. الشرطه اجتهدت، واحنا بنحيي الشرطه المصريه لانها سرعت واجمعت من التحريات وقالت والله الضحيه اسمها كذا. كنا ساعتها بنتكلم عن ضحيه واحده بس، الضحيه اسمها كذا، والتحريات انتهت الى ان المتهم هو فلان الفلاني. حضرتك قلت ان هو ممكن يكون ما تعرفش لسه ضوابط الاعتراف. هل ممكن يكون اعترف في ضوابط غير قانونيه من وجهه نظر حضرتك؟ ما اقدرش اتكلم، انا بقول النيابه العامه خصم نزيه في الدعوه، وان المحكمه احنا والنيابه العامه في يد المحكمه، زي ما للنيابه العامه من حقوق الدفاع له نفس الحقوق، وهو ده اللي بتشكل منه محكمه. طب بالنسبه لادوات التعذيب اللي النيابه العامه كمان قالتها في البيان، وادوات التعذيب اللي في شقه المتهم، والله ادوات التعذيب دي لو كان هو سادي وبيمارس العلاقه الجنسيه فادوات التعذيب دي هتبقى حاجه مهمه اصلا. هل تم التواصل معه؟ اتكلم القصد ده دليل على ارتكاب؟ لا، ده دليل اللي هو بيمارس السديه، ده بالعكس ده دليل اللي هو بيمارس السديه. طب يعني هل تم التواصل مع المتهم خلال الفتره الاخيره؟ المتهم انا لسه ما شفتوش حتى هذه اللحظه، ولكن اقاربه في الخارج هم طبعا بيتكلموا مندهشين من المساله دي، وهنشوف ان شاء الله الفتره اللي جايه. وعلى فكره شفنا تصريحات لزوجته برضو او طريقته اللي موجوده في امريكا دلوقتي، حضرتك عندك تعليق عليها؟ ولا لينا ادنى علاقه بيها، دي واحده تصريحات اعلاميه مش هتبقى موجوده في الورق. يعني النيابه العامه مش بتقول هو اتصلت فلانه الفلانيه ببرنامج كذا وقالت مش بتقول كده، بس هي قالت ان هو حاول يقتلني. هي تقول زي ما تقول، ممكن احنا نساله يقول لك لا دي خانتني وكانت في قضيه زنا وكانت فليه يعني اسمع احنا بس مش عايزين نبص للموضوع من ثقب ابره، عايزين نفتح الرؤيه كده ونشوف الموضوع من الجانبين. يعني معلش سؤال مهم جدا يتبادر لكل الناس، هي فكره هل هيتم تحويل، وحضرتك استاذ في المحاماه يعني قدير، تحويل القضيه لمرض نفسي بالظبط بالنسبه للمتهم؟ المرض النفسي دي بقى مساله طبيه تخصصيه. هل في الخطه موضوع عن حضرتك؟ ما اقدرش برضو احدد الخطه، لان المرض النفسي في امراض نفسيه لا توفي من المسؤوليه الجنائيه، وفي امراض نفسيه بتوفي من المسؤوليه الجنائيه. طب انا اثبت ان هو مش مريض نفسي. انا ما اطلعتش على تقرير الطب الشرعي، وممكن تقرير الطب الشرعي ده انا ما اعترفش بيه اصلا. يعني ممكن تقرير الطب الشرعي ده احنا لسه هنناقشه ونفنده ونشوف اسس على ايه ونظام ايه، ممكن يبقى الدنيا راي عام والمسائل دي كلها احنا نطلب من المحكمه، اللي المحكمه هتحقق بنفسها اوراق القضيه دي كلها من اول وجديد. يعني حضرتك تقصد ان حضرتك تقصد يا جماعه حضرتك تقصد ان تقرير الطب الشرعي بيكون كلمه قصاد كلمه حضرتك ان انتوا الاثنين طرف؟ اهم طلب لينا هل ده تشكيك في تقرير الطب الشرعي؟ اهم طلب، انا من حقي اشك في كل حاجه،
اهم حاجه اللي احنا طلبنا الاساسي ان المحكمه الموقره هتحقق القضيه وكانها لسه اول مره. حاله ثبوت يا فندم ان حاله القاضي دي تمت من خلال العنف اللي ادى الى الموت، تبقى ضربه افضل يا موت. يعني دي النقطه القانون هيبقى من 3 ل 7 سنين. دي النقطه اللي حضرتك هتبني عليها الدفاع ان هي ما يكونش قتل عمد. ما اقدرش اقول كده برضه، انا برضه عمال اقول لحضرتك انا ما اقدرش اقول كده. اطلاع القضيه الاساس انما هبني على ايه انا لسه ما اعرفش، ممكن يبقى فيه جوه شغل غير اللي انا بقوله دلوقتي. لكن حضرتك بتناشد يعني المحكمه ان هي ما تتاثرش بالراي لا العام؟ لا 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 ما ينفعش انا اناشد المحكمه دي، يعني كلنا بنعظمها وبنجلها، ما ينفعش اناشد المحكمه. الموضوع ده يعني ده جاي على لسانك انت اكيد، المحكمه ما لهاش علاقه خالص. احنا بنعرض وجهه نظرنا قدام المحكمه. الدستور قال لنا لما يبقى في مشكله روحوا المحكمه، النيابه راحت المحكمه والدفاع رايح المحكمه، والمحكمه هي اللي هتفصل ما بين النيابه. سؤال اخر يا فندم، يعني في بعض الناس بتتكلم ان تم توقيع حضرتك من قبل السفاره الامريكيه هنا في مصر. لا الكلام ده طبعا غلط، ما فيش الكلام ده خالص وما حصلش. تم توكيلك من الاسره يعني؟ اه طبعا. بالنسبه لاعترافات المتهم اللي هي كانت شبه تفصيليه وكانت تمثيل للجريمه، بتمثل حضرتك ايه؟ قلنا لحضرتك كل الكلام ده لسه مش شفناهوش. هو الاعتراف اللي هتاخد بيه واعترافه قدام المحكمه. طيب اعترافه ده الاعتراف القانوني السليم هو الاعتراف قدام المحكمه. طب بما ان حضرتك ما قابلتش المتهم ولسه ما اطلعتش على باقي التفاصيل، النهارده في الجلسه الاولى حضرتك بتحضر ايه بالظبط؟ الجلسه الاولى ما فيش تحضير خالص، الجلسه الاولى احنا بنثبت حضورنا وبنطلب اجل الاطلاع وبنمشي. بس الجلسه الاولى ما فيهاش كلام خالص. ما فيش هيتبقى ما فيش اي مطالب، ما فيش دفوع. ما في دفوع مطالب على ايه والقضيه مش موجوده؟ فان شاء الله رساله تحب توجهها اخيرا للراي العام للمجتمع. رساله للراي العام، انا طبعا بقول للراي العام انا مقدر جدا الاثر المترتب على المساله دي، انما لازم الراي العام يعرف ان تشكيل المحكمه يبطل في حاله عدم وجود المحامي. يعني المحامي وجوده وجوبي قدام هيئه المحكمه. معنى كلام حضرتك لو اي قضيه مهما كانت القضيه ممكن تنتدب محامي من في حاله عدم وجود محامي تنتدب. فاذا التشكيل الاساسي محكمه نيابه دفاع بالظبط وحضور متهم. وشكرا طب كلمه اخيره مع المستشار بس. مشاهدينا على موقع جريده اهل مصر، زي ما حضراتكم سمعتوا من دفاع المتهم المعروف اعلاميا بسفاح التجمع واللي ارتكب جرائم شنيعه. المتهم ارتكب 3 جرائم قتل ل3 سيدات بعد طبعا ممارسه العلاقه الغير شرعيه معاهم وقتلهم، وايضا ممارسه العلاقه بعد ما قتلهم وحطهم في شنطه سفر ورماهم على طريق بورسعيد وارض زراعيه ايضا في الاسماعيليه. طبعا النهارده اولى جلسات محاكمته، ننتظر يعني اول ظهور ليه امام المحكمه واعترافاته امام القاضي. زي ما حضراتكم سمعتوا من المحامي بيقول ان هو لا يستند لاعترافات المتهم امام جهات التحقيق، ولكن يستند لاعترافاته امام قاضي المحكمه. يعني الاعترافات اللي هياخد بيها الدفاع هي اعترافات المتهم امام المحكمه، اما كل الاعترافات اللي قالها المتهم امام النيابه العامه المحامي طبعا مش هياخد بيها، لانه قد يعني بيقول ان ممكن تكون الاعترافات دي غير صحيحه. طبعا المتهم اعترف اعترافات تفصيليه بارتكابه للثلاث جرائم، قتل 3 سيدات رحمه واميره وايه، وطبعا النهارده كمان هتحضر شريكه المتهم اللي هي ام شهد واللي هي كانت بتجيب له الفتيات للبيت لارتكاب العلاقه الغير شرعيه. وطبعا هي ما كانتش على علم بان هو بعد ما يقوم بممارسه علاقه غير شرعيه مع الضحايا ان هو كان بيقتلهم، ويعني ما كانتش تعرف ان البنات دول بيروحوا فين، يعني ما كانش تعرف ان هو بيقتلهم ويرميهم في الصحراء، وهي اصلا ما كانتش بتسال عليهم تاني لان هم فتيات ليل، ما كانش بيبقى معاهم لا بطاقه ولا اي حاجه تثبت ليهم هويه. خليكم طبعا متابعين معانا النهارده لاول ظهور للمتهم من داخل المحكمه وجلسه محاكمته امام العقد. بشكر